من المهم أن نشاهد أكبر عدد نستطيع مشاهدته من المباريات لنتابع أداء كل اللاعبين المصريين، ولذلك نتابع الأندية عن قرب ونشاهد كل المباريات التي يمكن مشاهدتها في القاهرة. ولكن مثل هذه المباريات أيضا أعتقد أنها مهمة، وأتمنى أن يؤدي اللاعبون المصريون بشكل جيد قبل مباراة المنتخب القادمة أمام السنغال. السؤال الثاني كان عن الاستعدادات للمباراة. سفري وزيارتي هذه للأهلي هي جزء من الاستعداد للمباراة المهمة. من الجيد أن نشاهد المباريات في دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري، وكل الجهاز الفني يعمل بشكل جيد والاستعدادات رائعة مع عودة الدوري، ولدينا لاعبين بجودة مميزة. السؤال الثاني كان عن الاستعدادات للمباراة. وسفري وزيارتي هذه للأهلي هي جزء من الاستعداد. للمباراة المهمة جدا لنا أمام السنغال ذهابا وإيابا. من الجيد أن نشاهد المباريات في دوري أبطال إفريقيا والدوري المصري، وكل الجهاز الفني يعمل بشكل جيد والاستعدادات رائعة مع عودة الدوري، ولدينا لاعبين بجودة مميزة. الاستعدادات تسير بالشكل الأمثل والتركيز يزداد كلما اقتربنا من المباراة، وقبل أسبوع ستكون القائمة مكتملة. الاستعدادات تسير بالشكل الأمثل والتركيز يزداد كلما اقتربنا وقبل أسبوع من المباراة ستكون القائمة مكتملة. هناك لاعبين مصابين وهناك لاعبين عادوا من إصابات، والأسماء كلها مطروحة. سألتني عن هاني، بالتأكيد نحن نتابعه ولدينا إصابات في هذا المركز، ولكننا نتابع جميع اللاعبين والخيارات مفتوحة. ولكن الآن نحن نركز على اختيار القائمة لأنها مباراتين أمام فريق واحد، ونأمل أن نختار الأفضل، والباب مفتوح للجميع. بالتأكيد أفشا كان في القائمة في وقت سابق ولعب بشكل جيد، وبالتأكيد أفشا مثل كل اللاعبين الذين يمكن أن نتابعهم في هذه السفرية. Thank you.